فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحمد. منزلة الحمد أحببت اليوم بحول الله جل وعلا أن يكون لنا فيها كلام لما ورد فيها من التأكيد والتشديد، ولما ورد فيها أيضا من التكرار والعزم من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على جميع المسلمين بدون استثناء بأن يتحلوا بهذه المنزلة. فليست منزلة فضلا يعني غزيدة، ليست فضلا، بل هي منزلة مطلوبة طلب عزم على كل مسلم ومسلمة أن يسعى للاتصاف بأخلاقها وللتدرج إلى منزلتها العالية، لأنها من أعلى منازل التعبد. ولذلك فرض الله جل وعلا على المسلمين كل المسلمين بأن يحمدوه سبحانه وتعالى بصورة الحمد، أي بصورة الصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. نقرأها فريضة ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ومن عجيب أمر الله سبحانه وتعالى وسره في تشريعه وقضائه وقدره أن جعل كلمة الحمد هي أول كلمة تقرأ من كتاب الله جل وعلا. طبعا لأن الفاتحة هي أول القرآن، فاتحة القرآن فاتحة الكتاب، وأول كلمة بالإجماع من القرآن، يعني أقل الإجماع أو ما يمكن تسميته بأقل الإجماع، وسأبينه على قدر المستطاع، هي الحمد. لأنه كاين خلاف هل الفاتحة تبدأ بالحمد أم ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أقل الإجماع أنها الحمد، يعني أن الحمد لله رب العالمين، هذه العبارة الحمد لله رب العالمين هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة، وهي الراجح فعلا، هي الأمر الراجح. وقد ذكر أبو بكر بن العربي المعافري الفقيه المالكي الأصولي البارع رحمه الله دليلا عجيبا جدا في بيان بما يشبه القطع في أن الفاتحة فعلا تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة من سور القرآن إنما هي ابتداء ليست من القرآن، وإنما هي آية من سورة النمل كما هو معروف. قلت الدليل الذي ساقه ابن العربي المعافري هي قوله رحمه الله يكفي تقريبا بهذا المعنى، وقد ذكر هذا في أحكام القرآن له، يكفي وجود الخلاف فيها لتكون ليست آية من سورة الفاتحة. هذا استدلال عجيب، لأنه لا ينبغي أن يحصل خلاف في القرآن، القرآن مروي بالتواتر والتواتر يفيد القطع، ولا يجوز أن يقال في القرآن إثباتا لأي، لا نقول آية، لا لأي حرف بالظن مطلقا. وما دام الشيء حصل حوله الخلاف فمعناه الظن، والقرآن لا يثبت بالظن وإنما يثبت بالقطع، وإنما المقطوع أن الحمد هي آية من الفاتحة، ووقع الظن على بسم الله الرحمن الرحيم فخرجت بذلك أن تكون بدء الصورة، وخرجت بالتالي أن تكون بدء القرآن الكريم. فإذن بسم الله الرحمن الرحيم ما هي إلا آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم في أوائل الصور كتبقى سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك، أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن نبدأ بهذه الكلمة القرآنية الربانية بسم الله الرحمن الرحيم. لكن البدء يعني الذي هو قرآن نزل من السماء والذي هو كلام الله جل وعلا المباشر، البدء بدء القرآن وبدء الفاتحة إنما هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ويتوجه هذا المعنى بأدلة أخرى كثيرة نسوق منها دليلين نستأنس بهما، وإنما العبرة اليوم عندنا البيان، بيان المنزلة الإيمانية التي تتضمنها هذه اللفظة، عندنا الغرض بالمنزلة الإيمانية سواء الموجودة في يعني في الفاتحة أو في غيرها، كما في سورة في غيرها من صور حيث ورد الحمد، كما في قوله تعالى قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى غير ذلك من ألفاظ الحمد التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا لا ينحصر. يعني ما عندناش الغرض أنه نفسر كلمة الحمد اللي في الفاتحة بالضبط، وإنما عندنا الغرض أن نتحدث عن منزلة الحمد، كيفاش تكون من الحامدين، كيف تتخلق بأخلاق الحمد، كيف تستجيب لرب العالمين الذي طلب منك أن تكون حامدا شاكرا. هذا هو الأساس الذي عليه الحديث. قلت من الأدلة فعلا على أن الحمد هو أول كل شيء، لأن الحمد في السنة هو بدء كل شيء،
وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ كلاما إلا بالحمد. خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف تبدأ به إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى غير ذلك مما يسمى بخطبة الحاجة، هكذا يسميها العلماء. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن أول كلمة نطق بها آدم هي الحمد لله رب العالمين. في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق آدم ونفخ فيه الروح عطسا فقال الحمد لله، فقال الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم. لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح، لما خلقوا خلقوا طين كما هو معلوم بنص القرآن وبنص السنة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما خلقه طينا أو من طين وجعله طينا ما شاء الله أن يكون، حتى استوى خلقه طينا بالقدر الذي قدره وبأسرار ولطائف الخلق التي هي من الله جل وعلا، فعلا لله وصنيعا له سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. حينما قدر ما قدر نفخ فيه الروح، فلما نفخ الله جل وعلا سبحانه وتعالى نفخ في آدم عليه السلام الروح عطس، يعني العطاس يعني واحد الحالة للدلال على الحياة، ومعروف تاع المستوى الفيزيائي والطبي في البدن كما نرويه عن الأطباء أن العطاس واحد الحالة ديال تجاوب الجسم مع الصحة والعافية، كأنه إنذار للجسم بأن يقاوم الأمراض أو أن يقاوم شيء يهدده، فإذن يعني شعور بالحياة، العطاس شعور بالحياة، ولذلك استوجب الحمد بأنك حسيت بالحياة، حسيت بالحيوية، حسيت بالقوة وبقدرة دفاع الجسم عن نفسه، أي أنك تشعر بالحياة. فلما عطس آدم قال أول كلمة ينطق بها البشر أبو البشرية كلمة الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا في رواية الله وفي رواية أخرى الملائكة قالت يرحمك الله يا آدم، أو قال الله جل وعلا في الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا يرحمك الله يا آدم. ولذلك سن لنا تشميت العاطس، تشميت العاطس يعني من اللي يقول الحمد لله واجب عليك تقول له يرحمك الله، من اللي يعطس خوك المسلم يقول الحمد لله، هذه كلمتنا الأولى. لما نتذكروا الحمد لله في الحقيقة هذه الكلمة يجب أن نحتفل بها، لأن أول كلمة نطقت بها البشرية باختلاف ألوانها وأجناسها ولغاتها جميعا، أول لفظ أول صوت بشري يدخل في إطار اللغة، لأن العطاس ليس لغة، لأن أول صوت يعني صدر منه هو العطاس عطسة، لأنه عطسة من بعد عطاس عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله. فالقول اللي هو اللغة اللي هو التعبير عن الوجدان المكنون والضمير المكتوم لدى الإنسان، لأن اللغة هي تعبير، هذه اللغة المعبرة التي علمها آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذا المنطق اللغوي الذي جعله الله جل وعلا سرا من أسرار البشرية من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر من يكون من بني آدم، هذه اللغة كانت أول كلمة نطق بها الإنسان تدشين التعبير البشري، تدشين التعبير البشري كان بلفظ الحمد وبمنزلة الحمد الإيمانية. ولذلك رحم الله الإنسان الذي حمده، هذا المعنى عظيم حقيقة. وكل هذا يتوجه في تأكيد أن كلمة الحمد هي الكلمة الأولى من سورة الفاتحة وهي الكلمة الأولى من القرآن الكريم، وغير هذا كثير كثير سيأتي بيانه إن شاء الله خلال سياق الحديث عن منزلة الحمد الإيمانية غيبان بالمعنى من غير هذه الاستدلالات الثابتة بالكتاب والسنة على الصحيح الواضح. الله جل وعلا لما فرض علينا أن نبدأ بالحمد، يعني لما كانت الفاتحة مبدية بالحمد والفاتحة مبدي بها القرآن، ولا كلام من الخير إلا ويبدأ بالحمد في السنة، إذن خصنا نبدأ بالحمد، فهذا سر حقيقي وجب على المؤمن أن يقتنصه وأن يتدرج إلى أن يصل إلى منزلته ليكون فعلا قد حصل هذا المعنى صفة خلقية يتخلق بها في سيره إلى الله جل وعلا، وتلك هي الطريق التي سلكها الأنبياء. وما كان أحد أحمد لله من الأنبياء وما كان أحد أحمد في الأنبياء لله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك حق له بأن يسمى بأحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. الحمد هذه منزلة تدل على الرضا عن الله ربا والرضا عن الإسلام دينا،
والرضا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبلغا ورسولا، كما في الحديث الصحيح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هذه الثمرة العملية ديال الحمد. أنا وأنت إذا بدأنا التدبر والتفكر في الخلق الذي هو نحن أنا وأنت، والخلق الذي هو محيط بنا، خلق النفس وخلق الكون المحيط، خلق الخلق العام، فإن الإنسان كلما أمعن التدبر لا يملك إلا أن ينطق بالحمد. يعني أول حاجة المؤمن يشوفها هو الإنسان بصفة عامة الذي يتدبر ويتفكر، يشوف ذاته: أنا أتكلم، أنا آكل، أنا أشرب، أنا قبل ذلك وبعد ذلك حي، أرزق، أتمتع بالحياة. إذن هذه الهبة التي هي أنا، يعني ربي تعالى وهبني هبات، ولكن قبل الرزق وقبل السمع والبصر وقبل جميع الأنواع التي هي الهبات، الهبة الأولى التي وهبتها هي وجودي أنا. إن ترك موجود مرك شيء معدوم، هذا شيء عظيم وشيء رهيب، إذا تأملته فزعت من نفسك، إنك ممكن ما تكونش. الله جل وعلا خلقك، وحينما خلقك خلقك جل وعلا مختارا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار جل وعلا، فلذلك كان ممكن أن لا تكون، لكن بلطفه وبرحمته وبمنه وفضله قدر أن تكون أنت فلان بن فلان، قال لك كن فكنت، لطفا منه ونعمة ومنا وفضلا جل وعلا. فلذلك يعني حقيقي يعني أنا وأنت الإنسان مدين لهذا الذي كان له سببا، بل كان له علة أولى في الوجود، وهو الله جل وعلا جل جلاله. فالله عز وجل الذي أوجد كل موجود والذي أحيا كل حي، المحيي المميت، إذ أوجدني حقيقة هذه منة لا أستطيع أن أوفيها تمام الشكر إلا أن أكون من الحامدين. ولذلك الحمد عند أهل العلم أعلى من الشكر، الحمد شيء حاجة عالية جدا، لأن الحمد هي منزلة تدل على تمام العبودية والخضوع. وقد نقل المفسرون تقريبا كلهم عبارة ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره حينما فسر كلمة الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة، قال رحمه الله طبعا نقلا عن عبارات الصحابة والسلف، يعني عبارة ديال الصحابة والتابعين، يعني جمع ذلك الشيء الإمام الطبري ولخصه في هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين. قال: الحمد الثناء على الله بما هو أهله جل وعلا، هو شكر وثناء على الله بما هو أهله. الحمد الثناء على الله، أو الشكر والثناء على الله بما هو أهله. فيحمد المحمود بأحد وصفين، هذا على المستوى اللغوي والمستوى الطبيعي بغض النظر عن الآية. يعني واحد الحاجة غادي نحمدها ونشكرها يعني بجوج الحوايج: إما لجمال في ذاتها، كما تحمد الأشياء الجميلة، حاجة كتعجبك جميلة من زهرة أو طبيعة أو إنسان أو سلوك أو أي شيء، حاجة كتعجبك وخا ما درتش فيك شي حاجة، يعني ما عطتك والو، حينما ترى منظرا جميلا، ترى منظر الغروب أو منظر الشروق أو منظر البحر أو منظر الماء ينساب بين الجبال وما شابه ذلك من الأشياء الجميلة، يعني أنت كتستفد نفسيا فقط، يعني تحس بواحد الراحة وواحد المتعة نفسيا، لكنك ماديا يعني هذاك غروب الشمس ولا شروق الشمس ما عطاك والو، يعني من ناحية المادية يعني ما أعطاك شيئا في ذاتك، لكن أعطاك متعة فتحمد هذا المشهد يعجبك، فهذا ثناء على الشيء بما هو جميل، لأنه هو جميل في حد ذاته، ماشي حتى يعطيني، لا قبل ما يعطيني ما نعطيه، فشيء يثير الانتباه ويجذب الأنظار، فحينما يجذبك منظره الجميل فذلك ضرب من الحمد له. ثم الصفة الثانية التي يحمد بها الشيء المحمود حينما يؤثر فيك فعلا، يعطيك شيء حاجة كيفما كان، يعني شجرة أو إنسان أو شيء، يعني أنت تستفيد ماديا وعمليا، فإذا أفادك شخص بمال أو بسلوك ولو بكلمة طيبة يستحق حتى هو الحمد، يستحق أن تشكره. ولذلك وصف الشكر بأنه إنما هو الحمد على الفعل، ثناء على الفعل. هل في واحد قال لك أعطاك واحد الهدية تقول له شكرا، فهذا الشكر وهذا الجزاء أو جزاك الله خيرا، يعني بالصيغة النبوية، هذا إنما دعوت له أو شكرته بما أعطاك أو بما أهداك. فإذا
إذن هذا نوع ثاني. والله جل وعلا جمع ذلك جميعا، لكن بما يليق بعظمة سلطانه وبما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا وجال المقارنة بينه وبين خلقه، بين عطائه وعطاء خلقه، لأن عطاءه جل وعلا هو العطاء الحق، ولأن جماله وجلاله هو الجمال الأكمل والجلال الأعظم سبحانه وتعالى. فنحمده بما هو جليل وجميل، له الأسماء الحسنى جل وعلا، جمال الدنيا جمال الكون منه يصدر جل وعلا، النور الكائن في كل منور من النور الأعلى، الله نور السماوات والأرض، ولولا نوره لكان الكون كله ظلمات في ظلمات، ما أشرق شمس ولا أنار قمر، نور الله هو مصدر النور في الكون كله، والآية صريحة في هذا، الله نور السماوات والأرض جل وعلا. فلذلك هو استحق الحمد بما هو جليل وبما هو جميل. العبد إذا تعرف على مولاه أحبه، لأنه عنده الأسماء الحسنى سبحانه، أسماؤه الحسنى كلها جميلة جليلة، حسنى صيغة ديال المبالغ، فضلة يعني ما كاين ما أحسن منها. فالله سبحانه وتعالى له الحسن الأعظم وله الجمال الأكمل، كما في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أي منحطها ورديئها وبديئها جل وعلا. فلذلك إذن الله جل وعلا بجماله أعطى، فكان جميلا بما أعطى سبحانه وتعالى، وكان جميلا بما منع جل وعلا، لأن منعه، وهذا من أسرار أمره جل وعلا، لأن منعه تعالى عطاء، إذا أعطاك ربي أعطاك، وإذا منعك فقد أعطاك لو تدبرت عمليا. ولذلك كاين الرضا في الدين بقضاء الله وقدره، ترضى عند الفرح والمسرة، وترضى عند القرح والترح، ترضى، لأنه خصك تفهم بأن حكمة الله اقتضت بأن يمنعك أو بأن يجعلك مبتلا، وهذا البلاء الذي نزل بك هو الخير عينه، وما أعطاك الله جل وعلا إلا الجمال في هذا المنع الذي أنت لا تدركه، ولو اطلعتم كما في الحديث على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، والخير لا يكون إلا جمالا. ولذلك له الأسماء الحسنى، إذا أعطى له الأسماء الحسنى، وإذا منع له الأسماء الحسنى جل وعلا، لا يصدر منه إلا الخير سبحانه وتعالى، من إله جميل عظيم كريم رحيم. فنحمده بذلك سبحانه وتعالى بما هو أهله، بما هو أهله. ولذلك ورد في الحديث الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذه العبارة التي عضلت بالملكين أن يكتباها، في عبد من عباد الله الصحابة قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضيت الصلاة التفت قال من قال الكلمة آنفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له هذاك العبد أنا يا رسول الله، قال له راه الملكين لما بغوا يكتبوها وحلوا عضلت، العضل هو شي حاجة كتعوج لك كتبغي تقدها ما كتقد لكش، عضل الدين يعني الدين اللي ما كيبغي تسدد شي حاجة محنة، فهذوك الملائكة تمحنوا ما عرفوش كيفاش يكتبوها، يعني الميزان باش يعبروها، يعني اش من طبقة من طبقة الحسنات يديروها، لما؟ لأنه حمد الله جل وعلا بصفات من صفاته، والملائكة لا قدرة لها على الإحاطة بصفات الله، لأنه لا يصفه الواصفون جل وعلا، بل هو سبحانه وتعالى وحده يصف ذاته بما ثبت من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبما هو عنده مما لم ينزل في كتاب ولا سنة، ومما لا يعلمه أحد إلا هو جل وعلا، ملائكة وحده. فعرج إلى الله جل وعلا وقال يا رب إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها، قال اكتبها كما قالها عبدي، ثم اكتبوا غير العبارة الشكل، يعني المعنى ما تصنفوهاش في الرتبة ديالها من حيث الحسنات، هذاك الشغل شغلي انتم ما عرفتوش، أنا عالم مضعة، اكتبوها كما قال عبدي. وإنما ماذا قال؟ حميد الله حمدا تعلق بصفاته وبأسمائه وبعظمة سلطانه وبجلال وجهه سبحانه وتعالى، وذلك فعلا هو الثناء على الله الذي أوجبه علينا بقولي الحمد لله رب العالمين. راه كون هذه العبارة واجبة علينا نقولها في القرآن الكريم في الصلاة وجعلت ركنا، معناه أنها منزلة إيمانية واجبة، ماشي الخاطر راه ليست مندوبة وحسب، واجب على العبد أن يتحقق بها، وإلا ما كان مؤمنا حقا. لأن النتيجة ديال الحمد شنو هي؟ النتيجة ديال الحمد قلت هي الرضا بالله،
والرضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غضبة لله، وكان لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا لله، حينما سمع أو وصله عن أصحابه شيء. وهذه رواية صحيحة، وفي رواية أخرى أيضا صحيحة أنه أحد الصحابة أو أحد الأعراب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا تافيا، قال له يا رسول الله أين ناقتي؟ يعني واحد السؤال أغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا من أمور العادة مش من أمور العبادة دي السؤال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بعث لهداية الناس. فالحديث طويل وقصة طويلة اجتزئ منه محل الشاهد، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وجعل يقول سلوني سلوني سلوني، فوالله ما رأيت كالخير في الخير والشر كاليوم قط، لقد عرضت علي الجنة والنار بعرض هذا الحائط، فلم أراك في الخير والشر كاليوم قط. وجعل يقول سلوني 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 حتى فزع الصحابة وغطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء، ولم يفتر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله سلوني سلوني ترهيبا لجموع المسلمين آنئذ في مسجده عليه الصلاة والسلام، حتى قام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أطفأ غضبه عليه الصلاة والسلام إلا تعبير عمر حينما عبر عن الرضا، والرضا ثمرة الحمد، واش حمدين الله ولا ما حمدين إن شاء الله؟ إذا حمدين الله إذن عبر عن الرضا، وهو قول الله جل وعلا في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون، ما كاين إيمان حتى، والمشكلة كلها بعد حتى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الرضا، هؤلاء هم الذين رضوا بالله ربا ورضوا بالإسلام دينا تشريعا. أش أنت جالس كتبقى تمحن مع ربي سبحانه وتعالى، يعني محن راسك يعني تجي الحدود الربا وتبدأ تقلب يعني كيف تقتطع من الحرام شيئا تجعله حلالا، لا يكون هذا من الرضا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد نبيا ورسولا. النص في القرآن واضح، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تستجب لحكم الله من الحلال والحرام وجميع أنواع الأحكام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم سواء في أمور القضاء العام أو في أمور الأحكام، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من اللي يقضي عليك الله ورسوله قضاء يجب أن ترضى، يكون عجبك الحال ماشي ما عجبكش الحال، ماشي طائرة لك أن هذه القضية حرام، لا، بل أنت تستجيب لله مرتاحا تسلم لله أمره جل وعلا ويسلم تسليما، وتسليم لا يكون باللسان بل يكون بالجنان قبل اللسان، انت الداخل عجبك الحال، الى ما عجبكش الحال الداخل وكتقول الكلام الذي يدل على الرضا وقلبك قد انقبض فانك لم تحقق الرضا على التمام، الرضا ديالك ناقص، واذا كان رضاك بالله ناقصا فمعناه انك لم تتحقق بعده بمنزله الحمد، مازال خصك تقرا الحمد لله رب العالمين في صلاتك مرارا وتكرارا، اي تحقق الصلاه وتحقق القيام وتحقق الركوع والسجود لله، عسى ان تتخلق بخلق الحمد. لو اننا نحن بالذات في هذا الزمان الحرج زمان الفتن اللي ولا الحرم كعرض راسو عليك في كل مكان، ويعني الناس يتساقطون كما يتساقط الفراش في النار مع الأسف الشديد، لو أننا في زماننا هذا حققنا منزلة الحمد لكانت أحوالنا بخير، ولنجونا من هذا الزمان الرهيب من فتنه الظاهرة والباطنة المقبلة والمدبرة. الحمد أمان للعبد، لأنه كتحقق العبودية كتقول لي أنت مسلم أمرك لله، واعلم أنك إذا اشتغلت بالله ولله فإن الله يضمن لك كل شيء، راه غير الوسواس ديال إبليس اللعين هو الذي يجعلنا نبحث عن حظوظ ليست لنا، الحرام حظوظ ليست لنا، تبدأ تشطر مع ربي ويظهر المستفتي شحال من واحد يجيك في الفتوى يظهر على أنه إنما يريد الحلال، هذا الظاهر، ولكن مع الأسف ملي كتبقى تحكم على المسألة وتحاول تبغي تبين له كتوجد بأنه كيتشاطر مع الله تعالى، يشاح مشاحة، يعني الشطارة اللي نقول احنا بالعامية المغربية الشطارة المشاحة كيبدأ تشطر مع الله تعالى. طيب واش انت يعني باغي تقسم مع الله سبحانه وتعالى؟ شوف أول ما تفكر فيه إذا كنت من الحامدين فكر في حقوق الله، فإنك والله إن فكرت في حقوق الله فإن الله يضمن لك حقوقك لأن الله لا يظلمك،
وما أنا بظلام للعبيد. ضمن حقوق الله، يضمن لك حقوقك يا عبد الله. حنا ما كنفكروش في الله، كنفكروا في رسنا، ندي حقي وشي لاخر ما كيهمنيش. لا، هذا غلط كبير. أمسلمون أنت؟ ما معنى مسلم؟ أسلمت وجهك لله، والوجه هو تعبير عن الذات الكلية. أسلمت وجهك لله، يعني لأن الوجه هو صورة الإنسان، صورة الإنسان تعبر عن كليته. فمن أسلم لله وجهه بمعنى أنه أسلم قلبه وقالبه، أسلم كل شيء، كما أسلم إبراهيم من قبل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا الحمد، هذا الحمد الحقيقي. والمؤمن حينما يتدبر حقوق الله تعالى الثابتة عليه، بدءا بالإيجاد الذي تكلمنا عليه، لأنه هو أول شيء يتفكر فيه الإنسان، أنا موجود، إذن أحمده من أوجدني، أحمده لأنه جميل سبحانه وتعالى في ذاته، لأنه يعني سبحانه وتعالى قبل أن يوجدك وقبل أن يعطيك يستحق الحمد لذاته، مش حتى يعطيك عاد تقول له شكرا، عاد تقول له الحمد لله، لا، قبل ذلك يستحق الحمد ويستوجب سبحانه وتعالى له الحمد جل وعلا بما هو رب العالمين. ثم أيضا من بعد أن أوجدك وخلقك وأعطاك ما أعطاك، مراتب العطاء أو كليات العطاء الكبرى الثلاث اللي كاينة في الدين، عطاء الخلق وعطاء الرزق وعطاء الهداية، خلق ورزق وهدى. أنا شو باقي بغي الإنسان؟ أنا وأنت، هو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى، أعطاك أنت، أنت ملزم بأن تشكر من أعطاك شيئا صغيرا. واحد قدم لك واحد الخدمة كتقول له شكرا، يعني وهذا اللي أعطاك بنادم العلاقات الاجتماعية أعطاك، أنت قد تعطيه أقل ما كتعطيه، كتعطيه شكرا أو تعطيه جزاك الله خيرا وهي أسن. ومن قال لأحد جزاك الله خيرا فقد وفاه الشكر فعلا. أو يمكن لك تعطيه حتى أنت بشكل مادي، يعطيك هدية كتسوى 1000 درهم، أعطيه هدية كتسوى 2000 درهم، إذا كان قد وسع الله عليك أنت غرقته انتهى، ولكن اللي أعطاك أنت أش تعطيه؟ يعني يستحيل، لا وجه للمقارنة في هذا. لا تملك إلا أن تخضع. النتيجة العملية لمثل هذا الإحساس أنه أعطاك أنت، ما عندي ما نعطيه، ما انتهى، أعجزك، لأن أي حاجة تبغي تجبدها دياله، ليس لك من الأمر شيء، كل شيء له، مالك رزقك حتى الحمد بلسانك له وليس لك، هذا اللسان هذا الكلام هذه اللغة له ليست لك، هو اللي أعطاك، فترد له الصنيع الجميل بدياله. إذن أنت ها هنا إنما صنع شيء شكلي في الجوهر لا حقيقة له. ولذلك إذن تمام الحمد هو الخضوع بالعبودية لله، كتقول يا ربي أنا عاجز عن تمام الشكر وعن حقيقة الحمد، عاجز، وإنما أنا لك عبد، عبد. ولذلك سبحانه وتعالى جعل لنا الحمد بكلامه لا بكلامنا، وأمرنا أن نتلوه، لأنه هو علم بأننا عاجزون عن حمده، حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين بما له صفات الكمال، والعبد ناقص، حمد نفسه بالقرآن، والقرآن كمال الكلام لأنه كلام الله، ولا يصدر عن الكامل إلا الكامل جل وعلا. فإحنا يا الله كان قرأوا كلام الله الحمد لله رب العالمين، فنحمده بالكمال، نحمده بالكمال، لأن القرآن ليس كلامنا بل هو كلام الكامل جل وعلا، كلام الله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال جل وعلا. فلذلك صفة الحمد أو منزلة الحمد راه منزلة عالية فعلا، ولكنها سهلة على من سهلها الله عليه، شرطها شيء واحد، صدق في الخضوع لله، ما تبقاش تعند مع ربي، ما تبقاش تستدرك على الله تقول له ولكن، هذا استدراك انتهى. ما كان ينبغي أن يكون لك استدراك على مولاك الذي أعطاك، بغيت ترفد الهم لراسك زعما تدي حقك، ربي تعالى يا عبد يا أخي الكريم ربي تعالى ضامن لك حقك، أو تظن بالله جل وعلا غدرا سبحانه وتعالى، ربي غادي يغدرك، ربي غادي ينقصك، ربي غادي يقطع لك، سبحانه سبحانه وقد أعطاك قبل أن تكون وبعد أن كنت، ما ترفدش الهم من هذا الشيء، ارفد الهم من كونك ترضي الله، ارضي الله أولا، واعلم بأن كل شيء بعد ذلك سيكون مضمونا لك، من رزقك إلى كل ما يتصرف وينتج عنه. الله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدق التوجه له بالحمد أحبه، لأنه يحب الشاكرين،
لأنه يحب الحامدين جل وعلا. وإذا أحبك مولاك فكون على يقين بأنك قد حققت منزلة من منازل الولاية، لأن المحبة لا تبتت لك من الله، فاعلم أنك ولي لله بنص القرآن ونص الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا حدث هذا، هذيك بعد حتى دائما كتكون مهمة، بعد حتى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ماذا يحتاج العبد بعد ذلك؟ كل خزائن الملكوت أرهن إشارتك يا ولي الله، إن كنت لله ولي حقا. وإنما قلت هي منزلة تنال لا بكثرة الفعل، وإنما تنال بصدق الفعل، ماشي ماشي تكثر تكثر الأفعال، لا، أصدق الله في فعلك. كله عبدا حقا، كله عبدا. فالحاجة اللي ديال الله حمى الله، يجب أن تكون أنت المدافع الأول على الله سبحانه. صحيح إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإنما نقصد أن تدافع عن حقوق الله. وكذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدافع عن حقوق الله جل وعلا، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. أنت تجي تبدأ حتى تتنبش تدي ديال الله، حرام عليك يا أخي، عيب عيب، حشوما بدون تزحمه في التشريع مع الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي لعبدين مؤمنين فعلا يعلموا أن الله قد خلقه ورزقه وضمن له كل شيء. عندك حاجة، عندك ضرورة، عندك واش ربي غافل عليك؟ زعما يسحب لك ما في خبره شيء، بالله راك محن ورا عندك المشكلة الفلانية ورا ضاقت بك الدنيا وكذا. اي واحد في اثنين، إما أنك تعلم أنه يعلم ما أنت عليه من الضيق والحرج، وإما أنك لا تعلم ذلك. فإن كنت تعلم فما ينبغي أن يصدر منك مثل ذلك التصرف، وإن كنت لا تعلم فمصيبتك أنك جاهل بالله، لأن ربي تعالى لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. يعني حالتك أنت في ملايير الخليقة، وما نقول في ملايير البشر، ملايير ولا بلايين الخليقة، حالتك الجزئية في علم الله، لحظة وقعت وقبل أن تقع وبعد أن تقع. فتوجه إليه يا ربي حلل المشكلة. الدعاء الذي هو مخ العبادة كما في الصحيح، بل الدعاء هو العبادة في رواية أصح من الحديث. اطلب الله سبحانه وتعالى وتوجه إليه بالتشريع، دير أنت الواجب وترك الحرام بعد منه، والله تعالى يراك ويطلع عليك سبحانه ما سلكت، ويعاملك على قدر معاملتك وعلى قدر يقينك. إلى مدبدب راه كيخليك في الابتلاء، ويخليك فعلا فيما وضعت فيه نفسك، إلا أن يرحمك الله أو يعفو، جعل الله من المرحومين والمعفو عنه. وإذا صدقت الله عز وجل راه ربي تعالى كيقولك أنا عند ظن عبدي بي. فإلا ظنيت بالله تعالى خير راك ما تلقى غير الخير، وإلا بقيت يا أخي كتشاطر مع الله وكتمحك مع الشريعة وتبغيت تقب جدار الشريعة من أجل أن تنال شيئا من الحرام في صيغة الحلال، هذا التحايل إنما تتحايل به على نفسك، وإنما تجني به على نفسك. الله جل وعلا ضمن لك الحياة السعيدة من أبواب الحلال، ضمن لك الأمان التام والضمان التام حينما تتوجه إلى الله عز وجل بالحمد. فالحمد ليست كلمة تقال، بل هي تعبير عن إحساس. راه غلط اللي كيسحب له يبقى يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وراه فعلا دخل الحمد. هذاك التكرار من الحمد حينما نسبح الله بالحمد والحمد لله تملأ الميزان كما في الحديث الصحيح، كتعمر كل شيء. يجب أن تجعلها سلما، الحمد لله الحمد لله، راه كتطلع في الدروج. إذا قاعد في موضعك فأنت لا تحمد الله، وإنما الذي يحمد الله بالقرآن أو بالسنة ويتدرج بالذكر حامدا لله، فهو كيحقق لنفسه الداخل، كيداوي البخل ديال النفس ديالو، كيداوي الغش اللي فيه في القلب ديالو. الحمد لله الحمد لله تعالج ما في قلبك من الوهن ومن سوء الاعتقاد ومن ضعف التوجه ومن عدم الصدق في السير إلى الله جل وعلا. فتنزل هذه العبارات بمعانيها على اللطائف النفسية والمضامين الروحية اللي عندك الداخل، كتعالج تقابل اللي عندك وتبني نفسك من جديد، وتعيد إنتاج روحك من جديد، مستقيمة صافية سالمة مسلمة لله. فالعبارات يا أخي الكريم لما كتعيش المعاني ديالها في القرآن وفي ذكر الله، فإنك لن تستفيد منها على أتم ما يكون ما تكون الاستفادة، وما تحققش الصفة، ما تحققش المنزلة التي وجب أن تحققها وأن تتخلق بها. علاش كنعاودوا الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ فاتحة البارحية ديال اليوم، لا، ذلك في الشكل وفي العبارة ديال البارحية ديال اليوم وديال كل وقت، لكن من حيث المعنى النفسي اللي عندك أنت
ماشي هو. يجب أنك إذا قرأت الفاتحة اليوم أو الحمد من الفاتحة أو من غيرها من الحديث النبوي الشريف، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا قولا وعملا، لما كتقرأ وتعاود وتعاود فأنت راك كتبني، ما قاعدش موضعك، راك بني الدرجة وطلعت فوق ديك الدرجة وبنيت وهكذا وهكذا وهكذا. ماذا تبني؟ معاني الحمد التي توصلك إلى منزلة الرضا، يعني الثمرة ديال الحمد. الرضا إن هو إلا ثمرة الحمد، فإذا كنت من أهل الرضا إذن راك دخلت الباب الأمان، راه عندك الضمان لاسيرونس ديال مولانا الكريم سبحانه وتعالى، عندك الضمان ديال الرحمن، فاذهب حيث شئت فأنت بإذن الله منصور، منصور لأنك عبد ديال الله، حققت النسبة، نسبة الاستناد إلى الله جل وعلا بما أنت عبد وبما هو جل وعلا لك رب سبحانه وتعالى. هذاك القصة ديال ذاك الأعرابي اللي جات له الناقة ديالو في الصحراء، والإنسان العربي القديم لم جات له الناقة في الصحراء معناه الموت، لأن الصحراء القفار، الرمال ما كاين لا أثار لا طريق لا شيء، لا شجار ولا ماء ولا طير، يعني القفر والموت وسبيل النجاة الواحد ديالو هي ديك الناقة ديالو باش توصلوا إلى مكان الماء والطير والعمران البشري. فلما هربت له الناقة التفت يمينا شمالا ما لقاش الأثر ديالها، اغتم وحزن قنط ونعس، فإذا به نعس داكشي اللي كتب له الله تعالى، هو كيفيق كيلقى الناقة رجعت واقفة عند راسه، فإذا به من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قلب كل شيء. فهذا الفرح الشديد، ولكن المقصود عندنا محل الشاهد، محل الشاهد شنو هو؟ عبر بالعبودية لله. علاش؟ لأنه يريد أن يحمد الله، بغى يقول ربي شكرا الحمد لله، قال أنا اللهم، يعني نأخذ المعنى الآن، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ملي تكون يعني راني عبد ديالك يا ربي راك درت ديك الساعة الحمد، فهذا حمد الله، عبر بداك الشيء اللي وقع له في القلب ديالو. لكن طبعا جاته قوة الفرح عالية حتى تلف اللسان، ما استطاع يستوعب القوة ديال الفرح التي نزلت بقلبه، بما شعر من كرم الله ورعاية الله لعبده. كيقول له ربي تعالى واخا راك تالف مجلي في الصحراء راني ما نسيكش، إذ دعوت وسألتني فقد أعطيتك، أرجعت لك ناقتك، أرجعت لك النجاة، لأنه أنا اللي خلقتك في الأول، لكن ما بغيتش نخلقك ما نخلقك شيء، ولكن بغيت نموتك دابا نموتك، نتلف لك الناقة ولا بطريقة أخرى، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن أنا أمن عليك الآن بأن أحييك مرة أخرى. فلا يجد العبد عبارة فعلا أشمل ولا أجمل لحمد الله من عبارة الحمد، باش تعبر على العبودية ديالك لله عز وجل. ولذلك يا أخي راه لما كتنقص العبودية ديالنا لله رحنا كنضيعوا في منزلة الحمد، منزلة الحمد ما كنكونوش حامدين. هتقول لي جانا حمد الله وشكره وانت ما زال تأكل الحرام وتمارس المصائب كلها، هذا ليس بحمد، لأن الحامد هو المستجيب لله، يستجيب له لأمره ونهيه، يرضى بقضائه وقدره، رضيت بالله ربا ترضى به متصرفا في الكون، إذا أعطى تحمده كتقول هذا الشيء مزيان، وإذا منع تهدر ربوبية، حينما تبتلى بالأدواء والأمراض والأوجاع والمصائب عافانا الله وإياكم، فإن العبد إذا وقع به شيء من ذلك وجب أن يكون صابرا، إنا وجدناه صابرا. ماذا قال له؟ نعم العبد، عبد لأنه صبر، لأنه حامد، لأنه شاكر، إنه أواب، أي في كل أمره يؤوب إلى الله كيرجع له. ولذلك كانت عبارة المصيبة إنا لله، احنا كلنا ديال الله، وإنا إليه راجعون عافانا الله وإياكم. فإذا الحمد قلنا مراتب وقد ذكرنا بعضها، حمد الله جل وعلا بما هو رب سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا، وهذا يتعلق بالرضا بقضاء الله وقدره، إذا أعطاك فإنما أعطاك الخير، وإذا منعك فإنما منعك شرا، ومن منعك الشر فقد أعطاك الخير. ولذلك كن حامدا له على كل حال، ونعوذ بجلاله وجماله من حال أهل النار. فإذن هذه المنزلة إذا تحققت بالعبد في هذا الركن الرضا بالله وعن الله فقد حققت قسطا كبيرا جدا من معاني الحمد. كل ما يقع بالعبد وجب أن يسنده إلى الله تعالى استرجاعا باللفظ وبالوجدان بالإحساس، يعني من تقول إن لله وإنا إليه راجعون زعما ما قنطانش لداخل
كنقصد ما قنطرش، الحزن شيء طبيعي يعني، لانه ما كيشاورك شيء الحزن، عافانا الله واياك منه، ولكن ما تكونش ساخط غضبان على الله، هذا خطير هذا، لان هذا اذا معناه انك لا تؤمن بالله ربا. مازال عندك مشكل في اثبات الربوبيه وفي الرضا بالله سبحانه وتعالى ايضا، وفي الالوهيه ايضا، يعني في العباده التامه لله عز وجل. فلهذا العبد هو الذي اذا اعطي بادر الى فعل الخير، شكر، واذا منع بادر الى فعل الخير، صبر، الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا. وهو في الحقيقه الرضا بالاسلام دينا فرع عن الرضا بالله ربا، لان الرب سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشريعه، وانت كتعبده بهذه الشريعه، فانت حينما تعبده بالشريعه معناه الرضا بالاسلام دينا، معناه ايضا الرضا به تعالى الها، تعبده بالامر وبالنهي، فعلا للامر وتركا للنهي. وهو ما ذكرت له الآية قبله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تستجيب لله، ترضى به سبحانه وتعالى إذا أمرك بشيء، وترضى به إذا نهاك عن شيء، ومعنى الرضا أنك تفعل ما أمرك وتنتهي عما نهاك وأنت راض، عجبك الحال. إذا زكيت وأخرجت ما أخرجت من المال تخرجه وأنت مسرور، فرحان أنك تجد البسمة في وجه العبد الذي جعل الله رزقه بيدك، راه ماشي ديالك، لا، هو رزق عبد آخر جعله بيدك، وأنت ترى البسمة في وجه الفقير، وأنت تتصدق عليه، تحمد الله أن جعلك سببا لهذا الخير، وكان يمكن أن يمنعك من ذلك، كان ممكن يجعلك بخير وما تقدرش تخرجه فيحرمك من هذه النعمة، وكان ممكن أن يفقرك ولا يجعلك من المتصدقين بما أفقرك. فالله عز وجل إذ أنعم عليك بأن تستطيع أن تمارس عبادة، حمد الله، أنت تزكي، احمد الله أن ربي تعالى أعطاك فرصة باش تمارس واحد العبادة. كم من عبد محب لله، محب لله ولرسوله، محروم من هذه العبادة ديال الزكاة. ولذلك راه ما كيعرف النعمة ديال العبادة والنعمة ديال الصنيع ديال الله تعالى إلا من أحب الله وحرم تلك العبادة. شي مؤمن مسكين كتلقاه محب لله عز وجل كثير الصلاة ويصاب بعاهة من المرض لا يستطيع أن يسجد، تما عاد كتبان له الحلاوة ديال السجود، كيتمنى اللي يكون حط هذيك الجبهة وداك النيف مرغهم في التراب، يتمتع بجمال السجود كما يتمتع الآخرون. ما يعلم العبد جمال العبادة إذا كان محب لله إلا بعد أن يحرم تلك العبادة فعلا، ولهذيك راه النعمة، فتفعل هذه العبادة فعلا وتركا إذا كان مما يفعل أو مما يترك، وأنت راض فرحان، فرحان فرحان بالله تعالى والرضا برسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، أي أنك تسير إلى الله على منهج رسول الله. كي قال لك دير دير، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هالخدمة هالطريق، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا اتباع سيدنا محمد ومحبة سيدنا محمد والتعلق بآثار سيدنا محمد معنى داخل تمام الدخول في معنى الحمد والرضا عن الله. وإذا حققت هذه المراتب الثلاث، الرضا عن الله ربا، والرضا عن الله وبالله جل وعلا مشرعا أي الرضا بالإسلام دينا، والرضا عن الله جل وعلا مرسلا أي الرضا بمحمد نبيا ورسولا، الرضا الرضا أي أنك تشعر من قرارات نفسك بالسرور وبالاستجابة الطوعية التلقائية بالشوق في سيرك إلى الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فقد حققت الحمد في نفسك. احمد الله على ذلك مرة أخرى، لأنه سبحانه نحمده على الحمد له جل وعلا، حمد فوق حمد، لأنه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة بعضها فوق بعض، أغرقنا في نعمه. فلا يمكن إن كنا فعلا من أهلي ومن أولي الألباب إلا أن نكون من الحامدين. اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من الحامدين حقا وصدقا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا يا ربنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ضعفنا، واغفر لنا نقصنا وجهلنا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.